في تأثير كبير بالنسبة للمواطن، خصوصي ذوي الدخل المحدود، وهن يعني الطبقة يعني الأكثر بالمجتمع الموجودة هون. يعني أنا كتاجر ما بتفرق معي، عم برتفع الدولار عم برفع مع الدولار، طبعا أنا عم بشتري على الدولار، بس اللي عم بتأثر أكثر شيء هو بالنهاية المواطن. يعني نرجو يعني إنه يكون في دعم مساندة للتجار كذا، يعني بحيث خلينا إنه نخدم المواطن نحن والجهات المعنية في هالأمر هذا. الدولار بلغ لمستوى قياسي من سنتين، وصل لل 520-521، الأمر اللي انعكس على الأسواق، سبب جمود تام وشلل تام بالبيع والشراء على كل المستويات، ابتداء من المواد الغذائية وانتهاء بالذهب. عدم استقرار الدولار دائما عم يسبب تذبذب بالأسعار وانكماش بالسوق. كشارع تل أبيض عندنا حركة جمود، الدولار يكون مثلا 450 بيوصل لل 525، الناس كلها بتوقف، أنا واحد الناس عم بروح بشتري بضاعتي بالدولار. يعني اليوم مثلا الشال، على سبيل الشال، أنا عم جيب شال رسماله اليوم دولار، كان 450 ليرة، اليوم أنا عم جيب رسماله 525، إذا بدي أقول للزبون اليوم 700 ليرة بدي أقول لي كنت عم باخذه من أسبوعين 500. يعني بشكل عام السوق بيوقف لما يرتفع الدولار أو ينزل، الناس بتخاف. اليوم مرابح فاضية، يعني اليوم هذا هو وكيلك مربحه 5 دولار. ارتفاع الدولار يعني أدى لجمود هائل بالسوق، يعني اليوم الزبون عم يجي بيعرف عملتنا العملة السورية، ما بيعرف شيء اسمه دولار، يعني عم يجي عم يسأل على القطعة. قبل بشهرين كانت القطعة ب 171,000، اليوم ب 208,000. هو احنا من خلال عملنا حاليا ورصد حركة السوق لاحظنا هناك ارتفاع مفاجئ بقيمة الدولار وارتفاع العملة. هذا الأمر استغله بعض التجار تحت مسميات عدة. احنا نعتمد على تقييم ارتفاع العملة على عدة أسس، من الأسس الخارج عن إرادتنا، مثلا كسوق عالمية أو بورصة عالمية هناك ارتفاع في السوق واضح ما عليه نقاش. النقطة الثانية، لكن هذا الارتفاع على أن لا يأخذ صفة الشمولية والكل كتجار ولا صناعيين يستغلون هذا الظرف. احنا كلجنة اقتصاد بالتعاون مع المديريات المختصة وبالعودة الى الإدارة المدنية الديمقراطية المنطقة الطبقة بمجلسية التشريعي والتنفيذ نعمل على الأساس التالي، وهذا الكلام موجه للكل وللجميع كمستهلك وكمورد وكم مصدر. احنا هناك حالة استقرار سنحافظ عليه، وبالتالي لن نسمح لأحد أن يتلاعب بقوة المواطنين تحت مسميات ارتفاع الدولار.